Slaouslem, c'est une comédie dramatique. C'est un drame où on trouve de la comédie. Slaouslem, c'est la vie. C'est la vie d'une équipe, c'est la vie d'une troupe. C'est la vie de jeunes qui veulent changer les choses. C'est la vie de gens qui veulent évoluer. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, d'abord, tassent ou la projection de Slaouslem a donné l'énergie pour nous aider à nous faire un jour, nous faire un jour, nous faire un jour. Le dour de Slaouslem est un dour مختلف carrément sur les adouars qui ont été faits. Il y a un dour جديد dans la carrière de Slaouslem. Je n'ai pas joué à ce dour. خدمت عليه بزاف باش نقدر نربحو باش نقدر نلعبو بطريقة اللي نكون فيها كريديبل بالنسبة للناس والحمد لله يا ربي كنت منا يعجب الناس لأن أنا يا بصراحة خدمته من قلبي ومدام زكية في لا ديريكسيون ديالتها كانت حاسمة معنا وكانت يعني كانت مزيرانة بزاف باش نقدر نعطي واحد الحاجة اللي تكون جديدة في لا كارير ديالي ونوع كان عندي كاين عندي التخوف ولكن هذاك التخوف كيجيب لك من بعد يعني تحدي كتولي باغا تحدي راسك وانا ديجا مدام زكية طاهري يعني هذا تحدي بالنسبه لها هي انها تاخذني انا واحد السيده ما عمرني ما درت هذا النوع تاع الادوار وكان تحدي حتى انا بالنسبه لي داكشي علاش قلت لك بريباراسيون كانت طويله وكانت كبيره باش نقدر نكون في المستوى ديال هذا الدور. سلمان واحد الشخصيه اللي جديده عليا، اول مره كنلعب بهذا النوع ديال الشخصيات. شخصيه اللي تعذبت فيها بزاف لان عنده صراع داخلي مع نفسه. سلمان عنده مشروع ديالو ولكن عنده واحد البليه اللي غنكتشفوها من خلال المسلسل. وعنده مشاكل عائليه ودائما كيفكر باش يوضع حد للحياه ديالو. الرول سميتو جواد. جواد هو ولد بجاد السربايه في واحد القهوه ديال سلمان وكيبيع خرينكو. الحلم ديالو انه يكون مطرب مغربي مشهور. كتبدا التجربه والمغامره ديال الشخصيه مع تكوين فرقه ديال سلاوسلام اللي كتراسها كريمه. كنشوفوه وسط الشخصيات ديال فرقه ديال سلاوسلام وكتبدا المغامره المسلسل مع الفرقة. الشخصية صراحة ماشي سهلة بحكم أنها فيها التشخيص وفيها نوع ما من الموسيقى. أنايا ماشي موسيقي محترف، دونك كان عندي دي في رهان ديالي والحمد لله خدموا معايا أساتذة مع الفرقة وكانت النتيجة تنتمناو أن النتيجة تكون مزيانة للجمهور. صراحة لا ما كنفكرش فيها ما باغيش نطلع ليها ومازال أنايا يلا مازال ما ماشي ولد الحرفة. أول مرة صورنا في مدينة بجات وهذه مهمة حيث مدينة بجات جابت شي حاجة كبيرة للمسلسل. كنا كنقلبوا على واحد بتيت فيل مدينة صغيرة ما تكونش بعيدة على الدار البيضاء ولكن فريمون بجات طاحت من السماء وجابت بزاف ما بين لي ديكور ما بين لو روبو ما بين لي فاسيليتي اللي لقينا تماك ومع لو كوفيد فريمون من عند الله جانا هاد الزهر هذا حيت بعدا يافي تخي بو دو كا دو كوفيد في بجات اي اون بليس حنا بقينا تماك غو غروبي شهرين ونص ما كنخرجوا ما كندخلوا ما بقينا مجموعين تماك دونك سا ايتي بوكو بلو فاسيل الحمد لله. كوفيد كانت دائما المخرجه حاضيه بزاف على كوفيد يعني لي بافيت وكان الاختيار ديالها بجات كان اختيار صعيب. علاش؟ لان ديك المدينه ما فيهاش بزاف ديال الحالات ولكن واخا ما كاينش بزاف الحالات كنا دائما واخدين الاحتياط ديالنا. كنا خايدين الاحتياطات ديالتنا لابخود كانت دايره كاع الاحتياطات اللازمه كانت التباعد بيناتنا لي بافيت ما تيتحيدوش كيتفرقوا كل شويه كيتعطاونا لي بافيت عندنا لو جيل عندنا المسائل يعني الاحتياطيه اللي كدار كنا دايرينها كلنا وكنا زايدين عليها كاع شويه لان مدام زكيه كانت تيلمون كتحضي مع هاد لوكوتي كنا مستريسين به. مي الحمد لله قدرنا نوفقوا من هاد الناحيه وناحيه الخدمه وعاد زيد عليها المدينه يعني اللي صورنا فيها كانوا فيها حالات تقريبا قليله بزاف ما كاين والو مدينه نقيه دونك هادشي كامل عاوننا.